إن هذا الرجل العظيم كان سببا حقيقيا في حماية مصر من السقوط في هذه المرحلة. وهقول لكم مثال حقيقي لسؤال حقيقي كان بيقوله. يعني لما حصلت الانتخابات وكانت المؤشرات كلها بتقول إن يعني إن الانتخابات القادمة ستؤدي إلى تولي فصيل معين في مصر، فكان يقول أنا يعني أنا هبقى في التاريخ، أنا اللي سلمت البلد دي لكده. هذا الأمر كان يؤلمه كثيرا جدا جدا جدا، لأن هو كان على علم وفهم بالأضرار اللي هتمس مصر نتيجة هذا الحكم. وكان فكنت أقول يعني إن هو الضرر بتاع انهيار الدولة ولا تولي هذا الفصيل الحكم. دي نقطة. النقطة التانية هو والله، وأنا مش عايز يعني أجزم بشيء معرفوش، لكن كنت أحد المسؤولين يعني في الوقت ده. هذا الرجل بريء من أي دم. أحداث محمد محمود، أحداث مازبيرو، أحداث استاد بورسعيد، المجمع، أي حاجة من الحاجات اللي تمت في الفترة ديت من تآمر لإسقاط الدولة، والله هو بريء منها. وكل من كان موجود من المسؤولين برضو بريئين منها بشكل مباشر أو غير مباشر، عشان بس تبقى الأمور واضحة. طيب أنا كنت بقول والله لو كان اللي بيحصل ده هي مؤامرة عملوها المجرمين والأشرار مش هيكسبوا أبدا، مش هيكسبوا أبدا. وأتصور إن الأمور أكدت كده. شوفوا أي حد شريف مخلص أمين حريص على الناس يطمئن، وأي حد تاني غير كده مهما كان مهارته وحنكته في التآمر والتخطيط للقتل والتخريب والتدمير لازم يعرف إنه مش هيكسب أبدا. دي حكمة ربنا، ربنا لا يصلح عمل المفسدين. فأنا أتقدم للشعب المصري والأسرة المغفور له إن شاء الله المشير حسين طنطاوي بالعزاء، وأتمنى له أن يعني أن ربنا سبحانه يتغمده برحمة ويؤجره على الفترة، على كل الفترات اللي هو يشتغل بيها. المشير طنطاوي ده جيل كبير قوي، ده دخل يعني اتخرج في 56 وحارب في 67 والاستنزاف واكتوبر، واستمر في تحمل المسؤولية حتى يعني لاخر لحظة. فهو في ذمة الله، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يجزيه خير الجزاء يعني.